إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي قناة أخبار عاجلة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في إياب دور 16 بالبطولة العربية والقنوات الناقلة. يلتقي اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 وفي إياب دور 16 من كأس زايد للأندية الأبطال فريقي الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في المباراة التي تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. وتقام المباراة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وتنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية 1، ويعلق على المباراة المعلق عصام عبدو والمعلق محمد حسين. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0. في النهاية شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.